السلام عليكم وصباح الفل على كل المستمعين. قصص رعب في البيت في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم احلى رجاله ومستمعين وستات في الدنيا كلها. عاملين ايه الاخبار؟ يا رب كلكم بخير يا رب. اولا بس قبل ما نبدا قصه النهارده انا عايز اقول كام حاجه صغيره. وانا بسجل القصه دي يعني وانا شغال في القصه دي بردان ولحد دلوقتي لسه تعبان بردان، فيا ريت بس تتغاضوا عن اي حاجه هتلاقوها غريبه من حروف ملزقه في بعض او تلاقوا ان في حاجه غلط في طريقه الكلام نفسها، فاعذروني المره دي معلش، ولكن برد والله هعمل ايه، لحد دلوقتي لسه بردان برضو. دي اول حاجه. تاني حاجه، القصه النهارده بقلم المستمع احمد جمال سليمان، القصه بعنوان الدفتر. يعني انا اول مره اقول حاجه زي كده، يعني هي الفكرة عدت علينا قبل كده في كذا قصة قبل كده سمعناها، ولكن انا اول مرة اعمل الفكرة دي، بس هي فكرة ان شاء الله تعجبكم. عايز بس اعتذر له لان القصة كانت عندي فترة طويلة جدا 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 جدا، فالحمد لله يعني ايه جت عليا في رمضان عملتها عشان لما اختفي ما يعني ما ارجعها لكش تاني. دي حاجة برضو. النهاردة حوالي 17 او 16 رمضان، معرفش والله، بس كل سنة وانتم طيبين، كل سنة حضراتكم طيبين. قصة رابعة علينا يا جدعان، قصة رابعة علينا في رمضان، ولسه رمضان في نعتبر نصه كده. قصة رابعة علينا، شغالين حلو احنا ولا شغالين وحش ولا في ناس مع الديانة ولا ايه بالظبط؟ عايزكم تقولوا لي رأيكم. يلا بينا نسمع القصة، ويا ريت تعذروني بس لو القصة فيها أي مشكلة أو أي حاجة، أنا عدلت طبعا فيها بنفسي شويتين تلاتة كده، فيا رب القصة تعجبكم، يا رب القصة تكون حلوة، بس أنا اعذروني لو في حاجة غلط في طريقة الكلام، لكن والله أنا لسه تعبان. يلا بينا نسمع الدفتر. الحكاية لسه مستمرة، يمكن تكون غريبة، ممكن ما تصدقهاش، لكن في الأول والآخر الحكاية عندك والأماكن مذكورة بالتفاصيل ده لو حبيت تتأكد يعني. بس نصيحة مني، ده إن وجبت النصيحة يعني، الحكاية مستمرة، ما تربطش نفسك فيها بالعافية عشان العواقب ما تبقاش وخيمة عليك انت، وانت متعرفش العواقب ممكن تعمل فيك ايه. بعد المقدمة القصيرة دي تبدأ الحكاية على طول. تبدأ الحكاية سنة 1999، طبيعي جدا ان والدك في يوم من الايام يفلس، وساعتها هيقرر انه يأجر شقة من عمرتكم بنسيون، وطبيعي برضو انك تسمع طول النهار في البنسيون ده صوت رجلين رايحة ورجلين جاية وناس بتتكلم، طبيعي بنسيون في ناس كتير فطبيعي ان يكون في صوت دوشة وعادي. لكن اللي مش طبيعي ان كل شهر جنازة تخرج من البنسيون بتاعنا. مش طبيعي ان الساعة 12 بالليل والشقة فاضية وانت في الدور الارضي الصوت من فوقك يدبدب وانت عارف ان البنسيون فاضي، طبعا بقى حادثة مع التانية مع التالتة مع الرابعة، البنسيون اتهجر، وعلى دخول سنة 2000 قلت الرجلين اللي بتجينا البنسيون قوي، لحد ما في يوم قررت اني اطلع البنسيون ده لوحدي بالليل، خاصة كمان ان اغلب حوادث الموت اللي كانت بتحصل فيه كانت بتحصل في الاوضة رقم 2. كذا مرة احاول اطلع، لكن الشيء الوحيد بقى اللي كان بيمنعني هو والدي
كان دايما كل مرة ينتبه ليا وياخد باله مني كده ويقعد يكلمني ويفتحني في موضوع قفل البنسيون نهائي. كان تقريبا فاضل حوالي اسبوع، اسبوع لما يجي الشاري الجديد لبنسيون، اسبوع، اسبوع واحد بس حصلت فيه كل حاجة. بنسيون ما كانش طبيعي. تخيل انت نايم وسامع فوقيك صوت همس وشوشة، كلام بين اشخاص من فوق، كلام كان بيكون مكتوم، مش سامع بيقولوا ايه بالظبط، لكن سامع ان في حد فوق بيتكلم، حوار بين اتنين، ساعات بيكون حوار بين راجل وست، حوار بين راجل وراجل، او حتى ممكن يكون حوار بين عيال صغيرين. ده طبعا بغير بقى ان بحكم ان بيتنا سقفه كان من خشب والبنسيون طبعا في الدور اللي فوقينا، فكنت احيانا بشوف نور متسلل من الدور اللي فوق، لو ايه، والنور كان بيدخل اوضتي، اوضتي اللي تقريبا انا قاعد فيها لوحدي طبعا بحكم اني ابن والدي الوحيد. انا اسمي حسن، عندي 17 سنة، عايش في بيت انا واهلي والعمارة كلها بتاعتنا. طب ازاي؟ ازاي النور جاي من فوق؟ واحنا اصلا قافلينها بقالنا فترة ومفيش حد قاعد فوق. كل يوم بنام على همس وشوشة، احلم بكوابيس، ناس غريبة بتتكلم، ناس غريبة بتجري حواليا. اغلب الوقت بصراحة ما كنتش بنام، حياتي انا اللي كانت جحيم بسبب البنسيون اللي فوق ده. حاولت مع نفسي من ورا اهلي اني اروح لشيوخ، ورحت لناس بصراحة مختصين في المجال ده، ونشرت على الفيس وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي اعرف انشر عليها، لكن حد عنده تفسير اللي بيحصل؟ لا، محدش عارف اللي بيحصل، محدش عنده تفسير، يا اما الناس بيفتوا يا بيقولوا لا. سبت كلام الناس وسبت اقتراحاتهم وسبت فتيهم، سبت حتى كلام اللي قاله لي والدي، وقررت ان انا ادخل بنفسي المكان. انا لازم اعرف بنفسي المكان ده فيه ايه بالظبط، لازم ادخل بنفسي واكتشف اللي بيحصل. لحد ما في نفس اليوم بالليل كنت نايم على السرير، الأوضة كانت ضلمة، كنت نايم بصراحة لحد ما قمت من النوم على صوت، صوت كان شغال تدريجيا في الأوضة بتاعتي، صوت بيتكرر، صوت حاجة بتسقط، مية بتسقط، مية ولكن نقطة المية تقيلة، صوت جامد لنقطة مية لدرجة ان الصوت من كتر ما بيتكرر ومن كتر ما الصوت جامد صحيت من النوم. طبعا في الاول صحيت من النوم كده لحد ما استوعبت ان الصوت ده جاي من عندي في الأوضة بتاعتي، قمت بسرعة ورحت بالراحة ناحية النور ولعته، لقيت اللي كان بيسقط على الأرض كانت حاجة بتسقط من فوق، من البنسيون فوق، بس دي مش مية، ده دم لونه غامق قوي. فضل الدم عمال يسقط، رحت له وحاولت امسح كل النقط اللي بتنزل، لكن نقط عمالة تنزل من فوق، نقط مش عايزة تبطل، مش عايزة تسكت. بصراحة لما يأست رحت جبت موبايلي وصورت النقط دي وصورت الأرض. ما صحيتش حد من أهلي وما قلتش لحد، لأن لو قلت لهم بقى ممكن يعملوا حوار كبير ويقلبوا الموضوع، وطبعا هيجي الموضوع على البنسيون اللي فوق ويقولوا لي في الآخر لأ ما تطلعش، مش ده المطلوب، مش ده اللي أنا عايزه، أنا عاوز أطلع. لحد ما قلت في دماغي أول ما يطلع النهار هعرف إيه القصة دي وايه الحكاية الدم دي بالظبط. لحد ما عدت الليلة ما نمتش بصراحة، لكني غفلت شويتين. اول ما فقت كده وفتحت عينيا لقيت ان الدم اللي على الارض زاد، زاد قوي لدرجة انه عمل بركة صغيرة عندي في الأوضة، بركة صغيرة من الدم.
لحد ما مسكت الموبايل بتاعي وفتحته عشان ادور في الصور اللي فيه وشوف حوار الدم دوت والنقط اللي صورتها امبارح بالليل، لكن لقيت الموبايل فصل شحن. لا، ولحسن الحظ كمان النور كان قاطع. قلت مش مهم، اول ما النور يجي هشحن الموبايل وهشوف الصورة بنفسي، لكن فضل النور قاطع لغاية الساعة 12 بالليل تقريبا كده. بيتنا والبنسيون بس هما اللي كانوا مضلمين من وسط الحارة كلها لحد 12 بالليل. 12 بالليل ولسه النور مجاش. قلت لوالدتي بقولك ايه، انا بعد اذنك بس هخرج مع صحابي، ممكن ابات بره كمان. قالت لي ماشي مفيش مشاكل، وخرجت. كانت معايا الشنطة بتاعتي والكشاف، مصحف، ورق، بطارية جديدة للموبايل، وطبعا انت عارف انا كنت هطلع على فين. طلعت فوق، فتحت باب البنسيون بهدوء ودخلت من جوه وقفلت على نفسي الباب. ولعت الكشاف بتاعي، فكرت في ان ممكن اهلي يسمعوا صوت خبط او صوت حد بيمشي، لكن بعد كده لما فكرت تاني قلت هيسمعوا صوت حد بيمشي وايه الجديد؟ ما هما كل يوم بيسمعوا صوت حد بيمشي زي ما انا بسمع بالظبط، يعني هم مش هيسمعوا حاجة جديدة. انا بس المفروض عليا ان انا ما اتحركش بسرعة او اعمل حاجة غريبة او اعمل حاجة ما بتحصلش كل يوم او اطلع صوت. لازم الموضوع يمشي عادي او طبيعي شوية نوعا ما، طبيعي نوعا ما اللي هو صوت خبط معين او صوت رجلين بتتحرك. يعني البنسيون ريحته عفنت اكتر ما هجرناه قبل كده، لكن ده ما كانش يمنع اني ممكن اقعد فيه. الشقة كانت بسيطة جدا، 3 اوض، حمام، الصالة كانت واسعة نسبيا، والاوض بحكم ضيق الصالة نفسها كانت واسعة اكتر. ما بقتش عارف ابدأ ازاي. قعدت على الكنبة في الصالة وطلعت الورق والموبايل وبدأت اكتب كل حاجة، بدأت اوصف كل حاجة شايفها وكل حاجة حاسس بيها. لحد ما انا بكتب كده حسيت ان في حاجة غريبة بدأت تحصل. بدأ نور ينور تدريجيا من الأوض، كأن النور بيفتح بالراحة. بصراحة بدأت أقلق شوية، بدأت أخاف، لحد ما سمعت صوت، صوت بسيط كان طالع من أوضة من الأوض، صوت كأن حد بيتخنق أو حد بيتخنق أو حد عايز يتكلم بالعافية. فضلت فترة قاعد لحد ما استوعبت اللي انا فيه واستوعبت الصوت واستوعبت اني ممكن اعمل ايه. قمت قربت على الاوضه دي، الاوضه دي بالظبط كان بابها مقفول. حطيت ايدي على اكره الباب بصراحه وايدي كانت بترعش رعشه خفيفه. لسه جاي بحاول افتحها لكن لقيت الباب صعب قوي ان هو يتفتح، الباب متبت مش عايز يتفتح معايا. فضلت حوالي 5 دقايق كده بحاول اجيبه يمين شمال واحاول افكه او احاول اعمل اي حاجة لكني مش عارف، لحد ما اخيرا انفتح. بمجرد ما الباب اتفتح بالظبط النور بتاع الشقة كله قطع. ياريت الموضوع انتهى عند كده بس، او الرعب انتهى عند كده بس. بمجرد ما النور قطع انا جريت على الصالة عشان ادور على الكشاف بتاعي، وانا بجري ناحية الكشاف سمعت حاجة، سمعت باب الأوضة بيتقفل لوحده تاني. ما اهتمتش ورحت اخدت الكشاف بسرعة، وطبعا كل دوت وانا جسمي بترعش وشعر جسمي كله واقف، مش مدرك اللي انا فيه، مش قادر استوعب ان انا في مكان الباب فيه بيتقفل لوحده. اول ما مسكت الكشاف في ايدي ولسه جاي بنوره سمعت حاجة، سمعت حاجة في الشقة، حاجة صوتها كان قريب قوي مني، حاجة صوتها كنت سامعه قوي، صوت تعبان، كنت سامع صوت تعبان في الشقة. تخيل انت في شقة ضلمة، الباب فيها اتقفل لوحده، معاك كشاف، الله اعلم انت ممكن تخرج ولا لأ، وسامع كمان صوت تعبان. اول ما سمعت الصوت بدأت تجيلي حالة هستيرية، نورت الكشاف وقعدت ابص يمين وشمال،
قعدت ابص على الحيطه وعلى الارض وكل حته، كنت بدور اني عايز اشوفه، كنت عايز اعرف هو فين. الله اعلم ده لو تعبان بجد كان ممكن يعمل فيا ايه. حاولت ادور يمين وشمال بس الاقيه، لكني ملقتش حاجه. كنت كل ما ادور يمين وشمال اسمع صوته، صوته كان عمال يتكرر، كان عالي. بدات تجيلي حاله هستيريه وقعدت اجري، قعدت اجري في الشقه كلها بدور على الباب عشان اخرج. وانا بحاول اخرج بحاول ادور على الباب، اتكعبلت وقعت على الارض، دماغي اتهبلت على الارض جامد. فضلت على الارض لفتره كده صغيره، طبعا وجع دماغي ووجع رجلي لله يقارن ده. مش قادر اقوم، مش قادر اقف، لحد ما حاولت اقوم نفسي، حاولت اتمالك اعصابي كده وازق نفسي لحد ما اقوم. قمت طبعا بقى وانا دايخ وحاسس ان في حاجات حواليا وانا مش شايف كويس، لحد ما انا واقف لقيت ان الكشاف نوره متسلط على باب الاوضه. قعدت افكر كده اقول طب ادخلك ولا ما ادخلكيش، اقرب ولا ما اقربش، لحد ما قلت هفتح الباب، هفتح الباب وخلاص، انا اصلي مش هيحصل لي كل ده وفي الاخر خالص مش هفتح الباب، مش معقول انا اتاذى ويحصل لي كل ده وفي الاخر برضه ما استفدتش حاجه يعني. لحد ما فضلت امشي بالعافيه كده وبدات ازق نفسي واتحرك نفسي لقدام، لحد ما رحت ناحيه باب الاوضه فعلا وحطيت ايدي على اكره الباب وفتحتها والباب اتفتح. نور الكشاف طبعا اللي كان معايا وراني الاوضه من جوه شكلها عامل ازاي. كانت اوضه مترتبه نوعا ما، طبعا بغض النظر ان كل ركن فيها غرقان بالعناكب، ما كانش فيه حاجه مميزه او حاجه مختلفه للدرجه يعني. كان في سرير عليه كام غطا كده كانوا مغطينه وخلاص، ما كانتش في حاجه يعني. كانت اول مره ادخل اوضه فعلا من غير ما ادخل معايا زبون او اوري اوضته او اي حاجه من الحاجات اللي كنا بنعملها في العادي. لحد ما دخلت الاوضه من جوه بالراحه وقعدت اشيل الاغطيه اللي كانت على السرير، بدات ادور على اي حاجه على السرير تكون مميزه، لحد ما لقيت ان السرير كله كان مليان شعر، او زي ما يكون الشعر في البطانه بتاعت السرير، في بطانه المرتبه اللي في السرير. بصراحه شكل الشعر ده خلاني اشك ان المكان ده كان بيحصل فيه حاجه غريبه جدا. وانا واقف كده ببص للسرير وببص للحيطان حواليا وببص للبنسيون، قررت في دماغي قرار اني هنام. انا لازم انام الليلة دي هنا، لازم اعرف اللي بيحصل هنا ايه بالظبط. بدأت احط ايدي على دماغي اللي كان فيها صداع رهيب كده، وبدأت امسك نفسي واحاول اتمالك اعصابي لان انا كنت خايف شوية فعلا. الضلمة لما تكون بالزيادة بتخليك تفقد اعصابك. بغض النظر ان صوت التعبان سكت، صوت التعبان هدى، بس انا ما كنتش واخد بالي ان هو هدى. الصوت هذا وسط كل التفكير والبحث ده، لدرجة اني نسيته، سرحت منه مركزتش معاه. وانا واقف لما افتكرته كده خفت شوية وقعدت ابص يمين وشمال تاني، ليكون فعلا في حاجة في المكان ده. الله اعلم اللي دخل المكان ده ايه، المكان ده مش مقفول من فترة قليلة. كنت طول ما انا ماشي في الشقة وعمال ابص يمين وشمال بحس ان الكشاف بيجيب خيالات بتعدي من قدامه بسرعة. الموضوع اتكرر مرتين او ثلاث مرات، كنت بكدب عينيا فيهم، كنت بحس ان ايد بتشاور في نور الكشاف، حد بيجري بسرعة من قدام الكشاف، وساعات كنت بحس ان في حد بيكون واقف عينه في عينيا وباصص لي. كل ده كنت بلمحه بسرعة يعني، بمجرد ما بلمح بسرعة بقعد مع نفسي كده دقيقة ولا حاجة وابتدي استوعب اللي انا شفته، احاول ارجع اللي انا شفته في دماغي. كنت بوهم نفسي، بكدب عينيا، بقول اني بشوف كده بس بسبب الوقعة اللي وقعتها على دماغي وبسبب اني كمان خايف. كل الحاجات دي خلتني ادور تاني في اي مكتبة، لقيت فعلا ان في مكتبة موجودة، رحت دورت فيها ليكون فيها اي كتاب عن السحر او اي حاجة من الحاجات دي لكني ملقتش. لحد ما تعبت من كل ده ودماغي بدأت توجعني تاني فعلا، خدت بعضي ودخلت الأوضة عشان انام بقى، وجهزت نفسي، قفلت الباب عليا ونمت على السرير.
طبعا بقى يعني السرير كان مشوك وعمال يوجع جسمي ده، بالإضافة إن بعد ساعة بالظبط، بعد مرور ساعة واحدة، بدأت أسمع زي خبط على الباب. قمت قعدت على حيلي على السرير كده ومش عارف أعمل إيه، أقوم أفتح ولا أفضل قاعد؟ يعني اللي خلاني أمر بكل ده هيخليني أشوف إيه يعني؟ لحد ما قمت فتحت باب الأوضة وما لقيتش حاجة. طبعا طلعت بره وقعدت ادور في الشقه على اي حد او اي حاجه تكون هي السبب في صوت الخبط ده، لكني ما لقيتش. بس المشكله ان الصوت كان بيزيد، بدور على مصدره لكني مش لاقيه، وهو الصوت بيزيد. لما طلعت من الاوضه وقعدت ادور يمين وشمال وقعدت ادور في كل حته في الشقه، لقيت بعد كده ان الصوت كمان جاي من اوضتي. صوت خبط، صوت خبط كأن حد بيخبط على الحيطان أو حد بيخبط على الأبواب. كأن في خطوات رجلين بتكون على الأرض بسرعة، كأن في حد بيدب على الأرض. أقنعت نفسي بالعافية إنها تهيؤات، قعدت أسكت نفسي وأقول يا عم مش مهم ده أي كلام وخلاص، ده دماغك بس هي اللي بتعمل كده. الصوت كان مزعج فعلا، لحد ما قررت إني أرجع تاني على السرير. قلت مش مهم بقى اللي يحصل يحصل، لكن الشعر اللي كان في السرير كان عامل زي السكاكين المغروزة في جسمي. لحد ما من اخر ما تعبت كده وجسمي وجعني، رحت قمت من النوم وحبيت اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. كانت المرتبة قدامي، كنت فاكر ان الشعر جوه في المرتبة، لحد ما حبيت اني اتأكد. عملت ايه؟ رحت قطعت حتة كبيرة من المرتبة، قلت انا لازم اشوف ايه اللي بيشوك جوه الشعر دوت، وصل ازاي جوه. لكني اول ما فتحت لقيت ان مش موضوع شعر، الموضوع مش موضوع شعر خالص، ده موضوع ان في واحدة مدفونة جوه المرتبة نفسها. حضن كتاب زي اجندة او دفتر كده، كانت مبرقالي مفتحة عينيها على الآخر. اتكشف وقع مني على الأرض، إيدي ثابت، أنا جسمي كله ثابت تقريبا. ما قدرتش استحمل لحد ما كشف وقع على الأرض مني كده، ولما بدأت استوعب ان مفيش حاجة هتحصل ومفيش حد هيلحقني وان انا لو دخلت هنا برجليا يبقى لازم اكمل لحد الاخر، وطيت وجبت الكشاف. كانت حضنة كتاب، كأن حياتها كلها متعلقة في الكتاب ده. بصراحة اتشجعت ومديت ايدي ومسكت الكتاب، شديته من ايديها بالراحة وفتحته كده وقعدت اقلب فيه. كانت الصفحات ملزقة في بعض كده ومليانة تراب، كان شكل الكتاب متبهدل. رجعت بصيت تاني على الجثة دي، جثة ست مدفونة بجثتها كلها، متحللتش، زي ما تكون لسه ميتة من قريب. رجعت بصيت في الكتاب تاني طبعا، انه كل ده وانا واقف بالعافية. قعدت ألف في الصفحات، كانت كل الصفحات مكتوب عليها رقم غريب، 12/1/1999. 12/1 ده اللي هو بكل بساطة النهاردة ودلوقتي. الكتاب كان مكتوب فيه حاجات غريبة قوي، حسن، التهمة، الكذب، العقوبة، عقوبة الهرب، القتل البطيء، المهلة أسبوع. مش فاهم حاجة، مش فاهم ولا حاجة خالص من الورق ده. الصفحات كلها كانت مكتوبة بالمنظر ده، كل الصفحات كانت واحدة. قعدت ألف في الكتاب فوق وتحت ويمين وشمال وألف في الصفحات بتاعته لحد ما وقع منه ورقتين، ورقتين صغيرين زي ما كانوا جوا بعض كده. لحد ما وطيت على الأرض وجبت الورقتين دول. الورقة الأولى كانت صورة،
يا نهار اسود ومنيل، دي كانت صورتي وانا ميت، صورتي انا، صورة اني المفروض قاعد مبرق وبقطع شراييني، ده انا الوش ده وشي، ده انا لحد ما بصيت في الورقة التانية. كان فيها رسم غريب، رسم زي معزة، معزة ولكن ليها جسم إنسان قاعدة على الأرض ومستربعة، قرونها طويلة، وحوالين الرسمة دي كان مكتوب حاجات غريبة، كلام كتير مش مفهوم، حروف متقطعة، أرقام، دواير، إشارات غريبة، عيون. قعدت ابص في الورق كل شويه كده وبحاول استوعب في ايه الصوره دي، ايه دي يعني، ازاي صورتي وانا بقطع شراييني، وايه التاني ده، وانا واقف في مصله الكشاف على الورق دوت لحد ما حسيت ان في حاجه اتحركت من ورايا بسرعه. قلت لا انا مش هستنى بقى، كفايه كده. اخدت بعضي وطلعت جري من الاوضه، وطلعت جري من باب الشقه، ما لمتش حاجة واخدت أي حاجة معايا، سبت حاجتي فوق زي ما هي ونزلت على بيتنا على طول. فتحت الباب ودخلت، دخلت ورحت جري على أوضتي، وأول ما دخلت رميت نفسي على السرير ونمت. ما كنتش مصدق اني روحت، لحد ما وانا نايم كده فتحت عينيا بالراحة، فتحتها فتحة بسيطة كده عشان كنت لسه فايق من النوم، بس الأوضة كانت ضلمة، يعني شكل كده ما نمتش كتير أو شكل ما نمتش لحد الصبح، بس مش عارف، كنت حاسس إن أنا جسمي ملفوف كده متكتف أو في حاجة لفاني. حاولت أفك نفسي وأهز إيدي يمين وشمال أو أهز رجلي، لكن في حاجة مكلبشاني، في حاجة ربطاني كده مش عارف، لحد ما الموضوع بدأ يكون مستفز وفتحت عينيا على الآخر. بصيت جنبي، لقيت جنبي الناس متكتفين مربوطين زيي. الرؤية بدأت توضح شوية وبقى في نور خفيف مخليني أشوف، نور خفيف كان أحمر. ناس مربوطين متكفنين، يعني أنا كمان في كفن؟ فضل الوضع في هدوء، وعناية في عينين اللي قدامي ده كان مفتح عينيه وباصص لي. بصيت كده وراه بالراحة، لقيت ان في حد كمان وراه، معنى ذلك ان ممكن يكون في حد ورايا انا كمان. احنا في تربة، لحد ما في لحظة لقيت اللي قدامي بيطلع صوت، واللي وراه بيطلع صوت، واللي وراه بيطلع صوت، وبدأت أحس إن في أصوات بتيجي من ورايا، يعني إحنا في تربة مليانة جثث، الجثث كلها بدأت تطلع أصوات عالية، أصوات تخوف. شدة الصوت والصوت العالي اللي كان في وداني وإني مش قادر أتحرك ومنظرهم نفسهم وهم بيصرخوا خلاني صحيت من النوم مفزوع. قمت من النوم وأنا عمال أبص يمين وشمال وباخد نفسي بالعافية، لحد ما قمت والحمد لله كان مجرد كابوس. كان في جنبي كوباية مية أخدتها وشربتها، حاولت أخد نفسي وهذا لحد ما لقيت أمي دخلت عليا الأوضة، لقيتها بتقول لي خير يا ابني مالك في إيه؟ سمعاك بتصرخ وبتزعق وبتاع، وهي بتكلمني كده بصيت على الأرض لقيت إن على الأرض في الشنطة بتاعتي، الشنطة بتاعتي والحاجات اللي كنت واخدها معايا موجودة جنبها على الأرض مرمية.
قلت لها ماما معلش بس هو مين اللي جاب الحاجة دي هنا؟ مش دي برضه الحاجة بتاعتي؟ قالت لي اه يا ابني دي الحاجة بتاعتك، واحد صاحبك كده جالي من شوية جابها لك. قلت لها واحد صاحبي؟ واحد صاحبي مين ده؟ قالت لي بص معرفش بالظبط هو مين، بس هو بيقول يعني ان وانت ماشي من عنده نسيت حاجتك في بيته ومشيت. هو حصل امبارح انت طول الليل بتخرف بكلام مش مفهوم وعمال تقول اسبوع ودفتر وست وأوضة وميتين، في ايه بيحصل؟ حصل حاجة امبارح ولا ايه؟ كنت بتقول حاجات مش مفهومة طول الليل. قلت لها ما معلش بس يا ماما كان كوابيس بس مش اكتر. قالت لي اه بالمناسبة صاحبك ساب لك الدفتر ده. قلت لها دفتر؟ دفتر ايه؟ قالت لي الدفتر اللي جنبك ده. بصيت على الناحية التانية على الكومودينو لقيت فعلا في دفتر موجود. انا عارف الدفتر ده، ده نفس الدفتر اللي كانت الست امبارح حضناه. قلت لها هو جابه؟ قالت لي اه جابه، وقال لي كمان اني مفتحهوش او مقراش اللي فيه علشان انت لو عرفت هتزعل مني، وان دي المفروض حاجة بتخصك انت يعني. قلت لها اه اه تمام اه ماما فعلا ايوه فعلا في برضه حاجات تخصني وكويس ان انت ما فتحتيهاش. قالت لي حاضر حاضر، بس هو في ايه يعني الدفتر ده كده؟ ايه المهم قوي يعني اللي يخصك ده؟ قلت لها حاجه تخصني انا ماما، حاجه تخصني انا، هقول لك بعدين هقول لك بعدين بس بعد اذنك دلوقتي. قالت لي طيب ماشي، وسابتني وخرجت. هي خرجت من هنا وانا فضلت قاعد من هنا، فضلت قاعد متنح للدفتر اللي قدامي. وصل هنا ازاي ومين اللي جاب لي حاجتي؟ طب اللي جيب لي حاجتي ليه جيب لي الكتاب ده معاه؟ يا نهار اسود، هو مين ده اللي جاب لي الحاجات دي هنا؟ يعني ممكن مثلا يكون حد دخل ورايا، حد يكون عارف اني دخلت وكان مراقبني وانا جوه مثلا. يا رب كل ده يطلع حلم. سبت الدفتر ده ساعتها بصراحة وما اهتمتش ليه، قلت خليه زي ما هو كده ومن ما فوق لك بقى. اليوم من اوله لحد اخره كان غريب جدا. البنسيون فوق ما كانش فيه اي صوت، لا صوت خبط ولا رزع ولا حد بيتحرك ولا حد بيتكلم. الدنيا فوق كانت هادية جدا، ده غير بيتنا، شقتنا هي كمان كانت هادية جدا، سكوت سكوت غير المعتاد. على قد الهدوء ده ولكني على قد ما كنت حاسس ان في حاجة غلط بتحصل. غير اوضتي، اوضتي اللي حاسس ان فيها حاجة ناقصة، ايه هي مش فاكر بالظبط بس حاسس ان في حاجة ناقصة، حاسس ان في حاجة مش موجودة. من اخر ما زهقت وتعبت والتفكير كان هيخليني يغمى عليا، دخلت اوضتي وفتحت الدفتر ده في الاخر. كنت بتفحص الكلام اللي فيه، نفس الكلام بتاع امبارح، وانا بقلب فيه كده لقيت نفس الصورتين. مسكت الصورتين برضه فتحتهم. الصورة اللي كان باين فيها اني بنتحر وان كنت بموت نفسي كان في ظهرها في كلام، انا امبارح في الضلمة وسط اللي كنت فيه ما كنتش واخد بالي من الكلام لكني قريته. كان شيء زي ما يكون تنبؤات او كلام عن المستقبل، عن طريقة موتي او اللحظات الاخيرة في حياتي، النفس الاخير في حياتي. وطبعا كل الكلام كان بيتمحور اني هنتحر. اللي كان مكتوب كان الاتي بالظبط: هتبقى اللحظات الاخيرة تشويه في نفسك، ضيق في التنفس، ضيق في التنفس من الرعب، ما تخافش القرار هيبقى واضح ليك. ما هو عشان اللي حصل لهم قبل كده كان القرار واضح ليهم، هيكون واضح ليك انت كمان. السكينة مش هتجيبها، هي اللي هتجيلك. الموت هيطلب منك وانت هتكون عايزه، هتكرههم، هتكرههم وتشوفهم اعدائك، هتحاول تتخلص منهم ومش هتعرف، هيندموا،
انت تتوجع داخليا وخارجيا، ألمك هيمحي ألمك التاني، هتحس بالخلاص، هتزهد الدنيا، هتزهد الدنيا بمشاكلها بقرفها بتعبها. بس هو ده كل اللي كان مكتوب. قفلت الدفتر وانا دماغي بتلف، بس بصراحة كنت خايف، ما اصل الكلام مش سهل، بالرغم اني ما كنتش قادر افسر بعضه او في بعضه ما كنتش فاهمه، لكن برضه الكلام يقلق. الفكرة في حد ذاتها انك قاعد بتقرأ ورق مكتوب فيه انك هتموت بطريقة معينة وانتحار، اكيد دي حاجة ترعب. رميته على جنب، حاولت انيم نفسي الليلة دي، حاولت انيم نفسي بالعافية عشان كنت حاسس اني ممكن تحصل لي حاجة من كتر التفكير، ده غير الهدوء اللي كان في اليوم. من فترة طويلة جدا ما حسش ان في حاجة بتحصل فوق، اول مرة تقريبا، لكن ما حصلش حاجة لغاية بالليل، ما حصلش حاجة لغاية ما نمت بالليل. صحيت على صوت كده في الأوضة كان غريب، صوت أنا سمعته قبل كده، صوت حد بيمشي، صوت خطوات حد بيتحرك في أوضتي. فضلت قاعد على السرير بصراحة بحاول استوعب اللي أنا سامعه ده، وبحاول أركز في الصوت، يعني هل الصوت ده عندي في الأوضة ولا ده بره، أو ممكن الصوت ده يكون فوق، لكن لأ، الصوت ده عندي في الأوضة، والأوضة كانت ضلمة، لحد ما حسيت إن في خيال اتحرك بسرعة من قدامي. ساعتها ما حسيتش بنفسي غير وأنا بجري برا الأوضة بسرعة، لحد ما طلعت برا كده وبدأت أستوعب اللي بيحصل، وأخدت نفسي لحد ما رحت المطبخ علشان أشرب كوباية مية. أنا أول ما فتحت التلاجة لقيت ريحة وحشة جدا طلعت من التلاجة، ريحة تراب أو ريحة عفن، إيه ريحة ما أظنش إن ممكن تطلع من تلاجة، وما أظنش كمان إن ممكن تلاجتنا يكون فيها حاجة بالمنظر المقرف ده. والدتي كانت صاحية وقاعدة برا، طلعت لها وقلت لها في ريحة حاجة معفنة طالعة من التلاجة. قالت لي معفنة؟ أكيد مش هسيب حاجة معفنة في التلاجة يعني، أو حاجة عفنت. دخلت معايا تاني المطبخ، ولكن لما فتحت الباب المرة دي ما لقيتش حاجة، مفيش ريحة غريبة، مفيش ريحة تراب، مفيش ريحة عفن. بصيت له قالت لي في ايه بالظبط، ما انت كنت كويس. قلت لها ما كنت كويس ايه بس يا ماما؟ ماشي طيب ماشي، معلش ما ومعلش اني قومتك. طبعا ساعتها ما شربتش مية ولا عملت اي حاجة، ده انا رجعت اوضتي تاني وبصراحة اترميت على السرير ونمت. قلت بقى في داهية الليلة بالصوت بالتلاجة بالريحة بكل حاجة، مش مهم بقى. لما نمت لقيت قدامي حاجة غريبة قوي، لقيت في اوضتي في حاجة مرمية على الأرض قدامي، حاجة لونها أبيض ملفوفة قدامي على الأرض. قمت من على السرير بسرعة كده وبصيت، كنت مستغرب المنظر اللي انا شايفه، لحد ما الاضاءة بدأت توضح زيادة، ده حد ميت، حد ميت ومتكفن في الأوضة عندي، لحد ما ظهر حواليه كذا شخص قاعدين، كلهم كانوا لابسين ابيض زيه، لكن الفرق بينهم وبينه ان هما كانوا قاعدين حواليه، كلهم قاعدين وعاملين دايرة حواليه وهو نايم في الارض او ميت في الارض. وشه كان واضح لكن ما كنتش شايفه كويس، كان هو متكفن وهما كمان كانوا متكفنين زيه، كان شكلهم 4 رجالة و6، شعرهم كان باين جزء منه او وشوشهم كانت باينه، لكن برضه ما ركزتش في وشوشهم، بس انا لقيت نفسي بقرب للجثه، بقرب لها اكتر عشان عايز اشوفها، كنت عايز اشوف شكل الميت اللي ملفوفين حواليه ده شكله عامل ازاي. فضلت امشي واقرب منه واقرب منهم لحد ما جسمي كله اتشل،
رجليها اتشلت في مكانها، مبقتش عارف اتحرك. لما بصيت على وش الجثة ولقيته أنا. صحيت من النوم فجأة وأنا عمال أبص يمين وشمال. الحمد لله إنه كان حلم. أنا شفت نفسي متكفن، شفت نفسي وأنا ميت. أمي دخلت عليا تاني جري، قالت لي مالك في ايه تاني؟ قلت لها زي امبارح، زي امبارح كوابيس برضه يا ماما زي امبارح. قالت لي هو انت ليه سبتنا وانت متضايق ودخلت تقلب في صورك القديمه وبعد كده نمت؟ قلت لها نعم انا كنت نايم كل ده. قالت لي كنت نايم؟ ايوه ماشي انت نمت، بس انت صحيت ونمت، انت صحيت بالليل وانت متضايق مننا وما كنتش طايق تكلم حد بعد كده لانك دخلت وقلبت في صورك القديمه ونمت. انت كنت زعلان مننا ليه؟ قلت لها مش عارف، ما اعرفش حاجه عن اللي انت بتقوليه ده يا ماما. والله انا قمت وكلمتكو وكنت زعلان منكو. قالت لي بقولك ايه يا حسن، انت مش طبيعي، احنا لازم نروح بيك لدكتور. قلت لها دكتور؟ دكتور يا ماما انا كويس، هي بس شكلها شويه هلاوس من قله النوم. قالت لي دكتور حسن بقولك ايه، مفيش مفر، النهارده هناخدك ونروح للشيخ علي في الجامع على طول. وسابتني وخرجت. انا مش عارف افكر، هي مش لسه قايله دكتور؟ مش لسه قايله ان انا المفروض اروح لدكتور؟ طب وايه اللي انا قمت من النوم وكلمتها وانا متضايق، ولا كلمتهم وانا متضايق؟ صوري القديمه، مالها صوري القديمه؟ انا من ساعه ما طلعت الشقه اللي فوق دي وفي بلاوي بتحصل، انا لازم افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. انا ممكن اكون هطلع على الشيخ فعلا، لكن مش هطلع على الشيخ معاهم، انا هاخد شيخ وهطلع بيه على البنسيون اللي فوق. كنت لسه صاحي من النوم، يعني اليوم كان لسه في اوله. بصراحه اليوم ده ما عملتش فيه حاجه، حتى ما فتحتش الدفتر، فضلت قاعد في اوضتي وبس، لحد ما شديت الهيدفونز والموبايل وقعدت اسمع اغاني. قلت في داهيه بقى، يجي صوت خبط، يجي صوت حد بيمشي، صوت حد بيكلمني، ان شاء الله الجن الازرق يطلع، مش هيفرق معايا حاجة. فضلت قاعد مستني لحد بالليل، لحد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء بالظبط لقيت والدتي دخلت عليا، قالت لي حسن يلا. قلت لها لا لا لا، بصي بصي بصي، انا رايح له بنفسي، انت مش برضه واخدين للشيخ؟ انا رايح له بنفسي. قالت لي شيخ؟ شيخ ايه يا بابا، انا واخدك للدكتور، ده معانا دلوقتي. قلت لها دكتور؟ لا لا لا، بصي انا رايح للشيخ وبكره بنروح للدكتور. قالت لي طب شيخ ليه وانت عايز تروح للشيوخ ليه؟ طيب فهمني. قلت لها انت مش هتفهميني ومش لازم تفهمي، معلش مش انت برضه عايزين نروح للدكتور؟ بكره يا ستي انا اللي هاخدك كده وهنروح للدكتور مع بعض، ماشي؟ لقيت امي بتخبط كف على كف وبتقول لا حول ولا قوه الا بالله، ماشي يا ابني اللي انت عايزه. اخدت ساعتها بعضي ونزلت رحت جري على المسجد. دخلت جوه لقيت الشيخ علي قاعد. الشيخ علي ده شاب كده صغير في شويه في السن، يعني بيفهم برضه، ساعات كنت بقعد اتكلم معاه وبيفهمني وبفهمه، كان سنه قريب من سني فاحنا الاتنين كنا بنحس ان احنا زي اصحاب. كان هو كل يوم اللي بيأذن لصلاة العشاء وبيصلي بالناس. رحت كلمته، اول ما شافني سالم عليا وقعد معايا وقال لي ها ايه الاخبار؟ قلت له بصراحة الاخبار اللي جالك فيها مش حلوة. قال لي خير بس خير، استهدى بالله كده وصلينا على النبي، لان انت شكلك فعلا في حاجة غلط. مالك في ايه؟ احكي يا حسن، انت عارف يعني اني بسمعك. قلت له والله يا شيخ علي انا في مصيبه سودة. قال لي مصيبه سودة؟ لا لا يا ربنا ما يجيبش مشاكل ولا ربنا يجيب مصايب، خير. حكيت له على كل حاجه، حكيت له على البنسيون اللي فوق، للمشاكل، للصوت، لحد ما طلعت وضحكت على اهلي، للدفتر وشكلي والصوره اللي فيها وانا بنتحر، والكلام اللي كان مكتوب، رسمه المعزه اللي في جسم انسان اللي كانت قاعده. وانا بحكي له لقيته بدا وشه يكشر، بدا يخاف شويه بصراحه، كان شكله كانه قلقان، بدا يخاف في نقط معينه. لما بدات احكي له عن ان انا قريت حاجه بتقول اني هموت بطريقه معينه بشكل معين، بدا يعني شكله كانه كان متضايق من الكلام، الكلام مش عاجبه. لما حكيت له على منظر المعزه او شكل المعزه اللي بجسم انسان دي، بدا يخاف،
وان اهلي جابوا لي شنطتي وان والدتي قالت لي شنطتك اهي وصاحبك ومش صاحبك وانا ما كنتش قاعد مع حد اصلا. كان قاعد وهو مرعوب، كان قاعد مش على بعضه، لحد ما قلت له شيخ، هو شيخ معالي انت مالك في ايه، انت خايف ولا حاجه؟ قال لي اعوذ بالله من غضب الله كمل. قلت له بس يعني، وكملت باقي الحكايه لحد الاخر، لحد ما رحت له قلت له بصراحه بقى انا جاي لك دلوقتي علشان عايزك تيجي معايا البنسيون ده وتطلع معايا فوق وتقرا قران، عايز اعرف لو المكان ده اتقرا فيه القران هيحصل ايه، المكان ده لو في حد ذكر فيه الله هيحصل فيه ايه، وبصراحه ما اعرفش غيرك يا شيخ علي. قال لي طيب بص يا حسن، ممكن تصلي على النبي؟ قلت له عليه الصلاه والسلام. قال لي انا هقول لك على حاجه، بس تقسم لي بالله ان انت مش هتحط دماغك في الموضوع ده تاني وهتسمع كلامي اللي اقوله لك بعد كده. قلت له الاول بس ممكن اعرف ايه هو؟ قال لي تحلف الاول. قلت له انا مش هحلف على حاجه انا مش عارفها. قال لي طيب احنا اهالينا دولت احسن ناس في الدنيا مش كده؟ قلت له اكيد. قال لي اهالينا دول اكتر ناس بيخافوا علينا برضو في الدنيا مش كده؟ قلت له ايوه. في ايه بالظبط؟ قال لي طيب ولو في اهل مثلا تعبانين، لو في اهل مثلا فيهم حاجة غلط، مش دول بتكون حالة طبيعية برضو لان كلنا بشر وفينا الكويس وفينا الغلطان وفينا السليم وفينا التعبان؟ قلت له اكيد برضو، ايه المشكلة؟ قال لي المشكلة مش في البنسيون، المشكلة في اهلك. انت فاكر ان المكان اللي فوقيكو هو كده لوحده؟ فاكر ان المكان اللي فوقيكو بيحصل له كده من لا شيء من ولا حاجة؟ ما سألتش اهلك قبل كده انتوا ليه قفلتوا البنسيون؟ سألت اهلك قبل كده انتوا ليه مصرين ان بعد كل الناس اللي بتموت دي مصرين تجيبوا حد تاني؟ قال لي ايوه، قالوا ان انتوا هتقفلوه بس انت متعرفش ان دلوقتي ممكن يكون ابوك بيعمل ايه، او امك ممكن تكون بتعمل ايه، ممكن دلوقتي حد منهم يكون بيتفق مع حد يجي يقعد فيه، وانت اظن طلعت فوق وشفت بنفسك المنظر عامل ازاي. قلت له يعني ايه برضو مش فاهم انت قصدك ايه؟ قال لي قصدي ان اللي بيعمل في الناس اللي فوق عندك كده اهلك انت. قلت له نعم اهلي انا. طب ازاي وليه؟ ليه اهلي يعملوا كده في الناس؟ انا عارفك بقالي قد ايه؟ قلت له كتير يا شيخ علي، كتير، احنا مع بعض هنا ونعرف بعض واصحاب بقالنا سنين. قال لي سنين؟ عمرك شفتني في السنين دولت قربت من عمارتكم؟ عمرك شفتني في السنين دولت قربت من بيتكم؟ طلعت العمارة عندكم اي حاجة؟ احنا اصحاب من سنين، بس علاقتي بيك هنا في المسجد بس. مش هقولك روح امسك في خناق اهلك، لا انا بنصحك انك تقرب لربنا وتصلي له وتقرا قران وما تطلعش المكان ده تاني. قلت له طب بس 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 بس, بس معلش معلش معلش، انت عايز تفهمني ان انا اهلي ورا كل اللي بيحصل لي ده وهم مخبين عليا وبيضحكوا عليا؟ قال لي استغفر الله العظيم يا رب. ايوه مش مصدقني اسال اي حد. قلت له طب وانت عرفت الكلام ده منين؟ قال لي كان من جماعه هنا، جماعه هنا جم قعدوا يصلوا. قال لي من فتره طويله لما بدأت عندكم الحوادث تشتغل، كان في هنا جماعة من الناس بيجوا عشان يصلوا، بعد كل صلاة لقيتهم بيقعدوا مع بعض يتكلموا. في مرة كنت قريب منهم وهما بيتكلموا، سمعتهم بيقولوا ما الراجل ومراته هناك بيقتلوهم، بيقولك والعياذ بالله بيقعدوا يحضروا على الجثث وحاجات زي كده. واحد تاني يرد عليه يقوله طب ما ممكن كده يتسجنوا، ممكن يتقبض عليهم ويتحبسوا. يروح واحد تاني ردد يقول ازاي يعني هما هيتحبسوا واصلا الشبهات دي بعيد عنهم، الناس دول قاعدين في بيتهم تحت وسايبين فوق ناس مع بعضيهم، يعني طبيعي اول حاجة البوليس هيشك فيها هما الناس اللي قاعدين مع بعضيهم دي حاجة، وان الناس اصلا بيموتوا واحد بسكتة قلبية والتاني معرفش بيشوف ايه بيموت، وكل واحد فيهم بيموت بطريقة شكل مش جرائم قتل يعني. الله اعلم بيشوفوا ايه قبل ما يموتوا، اعوذ بالله اعوذ بالله. بيقول لي هو ده الكلام بالظبط اللي سمعته منهم، ما
معرفش اهلك بيعملوا ايه، ده الكلام اللي انا سمعته، والله اعلم. كنت بقولك بقى انك قلت له، بقولك ايه، انا اللي بقولك ايه، سيبني دلوقتي، سيبني دلوقتي عشان في حاجة المفروض اعملها مهمة قوي. سيبته فعلا وطلعت جري على العمارة بتاعتنا، وطلعت جري على شقتي وقعدت اخبط عليها جامد لحد ما فتحولي. قالوا لي خير، مش معاك المفتاح؟ قلت لهم مش مهم دلوقتي المفتاح ولا مش المفتاح، انا عايز اقعد اتكلم معاكو. قعدت مع امي واتكلمت معاها، انا عايز اعرف حاجة، هو انتوا السبب في اللي بيحصل فوق ده؟ انتوا السبب في الناس اللي بيموتوا فوق؟ لقيت والدتي بتقولي احنا السبب، يعني ايه احنا هنقتل الناس اللي فوق؟ قلت لها ايوه. قالت لي اه، لا انت باين عليك اتجننت رسمي. قلت لها انا ما اتجننتش رسمي، انتوا اللي الكلام عليكم كتر، انتوا الناس شاكه فيكوا. مش شايف ان الشيء غريب لما حد يجي يقعد يأجر البنسيون ده بيموت بعديها بفترة صغيرة؟ مش شايف ان بابا قفله بطريقة غريبة وانه كان مصر ان هو يقفله؟ قالت لي اكيد عشان الناس بتموت فيه. قلت لها في مكان في الدنيا الناس بتموت فيه من غير سبب؟ ايه السبب اللي بيخلي الناس تموت فيه؟ قالت لي ايه، هتعترض على حكمة ربنا؟ قلت لها حكمة ربنا؟ اه حكمة ربنا، حكمة ربنا برضه اللي جابت لي شنطتي وحاجاتي هنا ولا ايه؟ قالت لي معرفش، مش المفروض صاحبك هو اللي جابها لك؟ انا قلت لك ان صاحبك هو اللي جابها لك. قلت لها صاحبي مين؟ انا الليله اللي قبلها ما كنتش قاعد مع حد، كنت لوحدي. قالت لي كنت لوحدك؟ كنت لوحدك وبقيت بره البيت؟ قلت لها اه كنت لوحدي وبقيت بره البيت. قالت لي كنت فين بقى حضرتك لوحدك؟ قلت لها مش مشكله، مش مهم دلوقتي كنت فين. قالت لي لا كنت فين تنطق دلوقتي. قلت لها تحبي تعرفي كنت فين؟ كنت فوق، كنت فوق في البنسيون، كنت في الشقه اللي فوق، ايه رايك؟ امي وهي بتكلمني وحاله الحزم اللي كنا بنتكلم فيها، لقيتها بتقول لي يا نهار اسود، يا نهار اسود، انت كنت فوق؟ قلت لها اه كنت فوق عشان كنت عايز اعرف ايه اللي بيحصل فوق. قالت لي يا نهارك اسود ومنيل، طلعت فوق لوحدك؟ طب حصل لك حاجه؟ انت كويس؟ قلت لها انا كويس اه، اعرف الاول حاجتي جات لي ازاي. قالت لي اقسم بالله، اقسم بالله في واحد جه اداها لي، واحد جه قال لي ان انت كنت قاعد معاه. قلت لها برضو طيب تحب اوريكي بقى انا كنت بعمل ايه فوق. سبتها ساعتها ودخلت اوضتي، شديت الدفتر وطلعت بره، رميته قدامها وفتحت الصفحات وطلعت لها الورق اللي فيها وانا بموت نفسي. قلت لها هو ده اللي حصل. لقيتها مسكت الورقتين كده بايديها وايديها بدات تترعش. قالت لي ازاي انت ده؟ انت ده مش كده؟ قلت لها اه ده انا. ايه مستغربه ولا ايه؟ ولا يا ترى بقى هو اللي عارف؟ قالت لي هو مين؟ قلت لها بابا. هو مش برضو شريكك ولا ايه؟ قالت لي شريكي؟ انت رجعت تاني يا حسن للكلام ده ولا ايه؟ قلت لها رجعت تاني لايه؟ قالت لي اللي انت بتقوله والتخاريف بتاعتك. قلت لها تخاريف بتاعتي واللي بقوله مش كده؟ طيب انا بقى هقلبها عليكوا تخاريف، انا بقى هقلبها عليكوا تخاريف. انا النهارده بالليل هطلع بات فوق، هنام لوحدي فوق، ولو حد طلع لي فوق وكلمني انا اللي هقتله. انت سمعاني بقول لك ايه؟ قالت لي بس استنى عندك ما تروحش في حته. قلت لها انا قلت اللي عندي. ساعتها طبعا بقى على صوت زعيقنا وصوتنا العالي، لقيت والدي خرج من اوضته وجا مسكني وقال لي بقول لك ايه، انا سمعت كل حاجه، انت لو طلعت فوق لوحدك قسما بالله مشكلتك انت تكون معايا انا، وساعتها بقى انا اللي هحبسك فيها. قلت له هتحبسني فيها؟ انت بتتكلم عن ايه انت؟ قال لي بتكلم عن ايه؟ هو بمجرد ما قال الجمله دي النور قطع علينا، اللي شفته حواليا كانت نار، نار، نار طلعت من كل حته، نار طلعت من الحيطان ونار طلعت من الارض، النار نورت المكان اللي احنا فيه. ابويا شكله اتغير، ابويا شكله بقى اسود وطول، دراعاته طولت، امي اللي كانت قاعده شكلها اتغير وبقت شكلها وحش. الدنيا بدات تولع حواليا، ولقيت بيطلع من النار اكفان، خمس اكفان، خمس اكفان لخمس اشخاص، اربع رجاله وست. الحرارة بدأت تزيد وبدأت أدوخ، بدأت أتعب، مبقتش شايف قدامي، مبقتش عارف أركز، لحد ما وقعت على الأرض. أغمى عليا،
اخر مشهد كنت شايفه ان اهلي شكلهم وحش، والمكان اللي احنا فيه بيولع، البيت بيولع، وفي اكفان حوالينا. لحد ما نمت، معرفش نمت قد ايه، لكني نمت. فتحت عيني مع الوقت، لقيت نور، نور قدام عينيا. قلت اني رحت خلاص، رحت للي خلقني، وشكل كده دخلت الجنة. اكيد النور الابيض ده نور الجنة. لحد ما عيني فتحت، فتحت كلها، ولأ انا في مستشفى. دي مش مستشفى كمان، دي حاجة شبيهة بالمصحة. ايه ده اللي انا فيه ده؟ انا نايم على السرير وفي محاليل في ايدي، بس ربطين رجلي في السرير. فتحت عينيا كده وحاولت اقوم اقعد على السرير، لكني مش عارف، جسمي همدان ومتكسر. لحد ما بدأت انادي على اي حد. قعدت اقول في حد سمعني، اي حد برا، اي ممرضة او دكتور، مفيش حد هنا. لحد ما سمعت صوت حد بيجري من برا، ودخلت الاوضة كانت ممرضة. دخلت وقالت لي الحمد لله على السلامة، انت فقت؟ طب كويس والله، احنا كنا خايفين عليك. قلت لها وانا فين؟ وفين اهلي؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي ما تخافش، كل حاجة هتكون تمام ان شاء الله، هاجيبك الدكتور دلوقتي يكلمك. قلت لها طيب ماشي تمام. لحد ما لقيت في راجل دخل كده قعد معايا، واول ما دخل راح قفل الباب وفك الرباط اللي في رجلي، وقال لي قوم اقعد، هتعرف تقعد. وقال لي قوم اقعد، وقرب مني كده ومسكني من ايديا وقعدني فعلا. جه مسكني من ايديا ورفعني لحد ما قعدني فعلا. قلت له انت مين وانا فين؟ قال لي انت في مصحة، عمرك ما شفت مصحات قبل كده ولا ايه؟ قلت له مصحة ليه، انا مش مجنون. قال لي لا 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 مش مجنون. انا قلت انك مجنون؟ انت مش مجنون يا ابني. لا. قلت له طب لو انا مش مجنون، ايه اللي جابني في مصحة؟ قال لي انت جيت المصحة عشان انت تعبان، فلازم تتعالج. كلنا بنتعب على فكرة، انا عايز اقولك انا تعبان، انا في عندي امراض كتير جدا. قلت له طب انا تعبان من ايه؟ قال لي انت بتجيلك هلاوس سمعية وبصرية. قلت له هلاوس؟ هيتقولوا عليا مجنون بقى، وهندخل في دوامة ان انا مجنون وان انا بيتهيألي وحاجات زي كده. طيب هقول لحضرتك حاجة حلوة قوي دلوقتي، انت تيجي معايا ونطلع البنسيون اللي فوق، ولما نروح هناك بقى هوريك انا الهلاوس السمعية والبصرية بجد. قال لي حسن؟ قلت له تعرفت اسمي ازاي؟ طبعا اهلك قالوا لك اسمي. قال لي اهلك؟ اهلك تعبوا منك يا حسن، انت من وانت عندك 12 سنة وانت كل مرة بتيجي هنا. كل مرة بحكاية مختلفة، وكل مرة بقصة مختلفة. اول كام مرة بصراحة جينا معاك، مرة كان البنسيون، مرة اوضة امك ابوك، مرة الحمام، مرة الشارع. كل مرة بقى كانت حكاية مختلفة، مرة تقول لنا في عفريت واقف اوضة امك ابوك، ومرة تقول لنا الحمام مسكون، ومرة تقول لنا المطبخ بيظهر فيه مش عارف ايه بالليل، ومرة تقول لنا لما انزل الشارع بشوف عيون في كل حتة بتبصلي، واهلك حبوا يسمعوا كلام الشيوخ ويروحوا هناك ويروحوا هنا، لكن في الاخر ما كانتش في نتيجة. وبتيجي هنا تتحجز، بتقعد لك كام شهر كده وتطلع تاني. لكن الغريب بقى ان انت كل مرة بتيجي بتكون ناسي ان انت كنت موجود هنا اصلا، زي دلوقتي كده. يعني دلوقتي يا حسن هتقعد معانا كام شهر وهتطلع زي الفل، علشان كمان كام شهر هتقابل حاجة تانية وهتيجي برضو. فهمتني بقى دلوقتي؟ قلت له بس انا فعلا مش فاكر اي حاجة من الحاجات دي. قال لي طيب قول لي كده اخر حاجة انت فاكرها ايه؟ حكيت له كل اللي حصل والحكاية كلها، من اول ما طلعت، من اول ما سمعت الاصوات، لكل ده والناس اللي بتموت.
قال لي ها طيب وبعدين؟ قلت له بس. قال لي طب قبليها بقى فاكر انت قبليها حاجة؟ قلت له قبليها لأ مش فاكر حاجة، مش فاكر حاجة خالص. تصدق انا ناسي كل حاجة، فاكر حاجات بسيطة بس، مين هم اصحابي، كنا بنروح فين، دراستي والناس اللي اعرفهم، احلامي اللي عايز احققها، لكن تفاصيل الايام نفسها بنساها شوية. قال لي طيب وانت دلوقتي عندك 17 سنة عايز تفهمني ان انت هتفتكر حاجات من وانت عندك 12 و13 و14 سنة؟ لما انت ناسي حاجات من ايام هتفتكر حاجات من سنين؟ اقبل امر الواقع واستهدى كده بالله، وان شاء الله كلها كام شهر وهتطلع من هنا زي الفل وكل حاجة هتكون تمام. فضلت ساكت معرفتش اتكلم، اصلا اتكلم اقول له ايه؟ واحد جاي بيقول لي الكلام ده هقول له لا انت كذاب؟ طب لو هو كذاب يبقى مين الصح؟ بقى انا اللي هو بيقول ان انا مريض نفسي صح؟ فضلت قاعد على السرير، سابني هو وفتح الباب وخرج. لكن لما خرج سمعته بره بيكلم حد بيقول تمام قوي، اللي كان بيشربه مع المية واللي كان بياخده في الأكل خلاه بدأ ينسى شوية. تمام كده دلوقتي هنقدر نعمل فيه اللي احنا عايزينه، نقول له بقى هو مريض، نقول له هو مجنون، هنعمل اللي احنا عايزينه. المهم انتوا دلوقتي بس تتأكدوا ان الخمسة اللي هو بيتكلم عليهم دول اختفوا. هو عارف برضه معلومات غريبة، هو عارف منين ان في خمسة ميتين، شاف أكفانهم ازاي وشاف الحاجات دي ازاي، بيقول ان في ورق، جبت الورق ده ازاي ومنين؟ عشان في صوت يرد عليه، صوت ابويا يكون يقول له احنا نزل في اوضته دم لكن امه مسحت الدم ده والحمد لله ان هو نسى الدم ده. بعد كده بقى كام حاجه كده حصلت له لكنه كان نسيهم. امه حبت تلعب بعقله شويه وتقول له ان هو جه كلمنا بالليل واتخانق معانا ودخل بص في صوره القديمه، يعني بحيث ان احنا نبين له ان الكلام هيكون صح. كمل الدكتور كلامه ورد عليه قال له طيب دلوقتي بقى تقفلوا البنسيون ده خالص، لان البنسيون ده فعلا انتوا لو جبتوا حد تاني فيه هتكون مشكله كبيره، هتكون مشكله كبيره بجد. الكلام بدا يكتر عليكم وهو بيقول ان هو سمع كلام عنكم، وفي كده شيخ موجود في مسجد حاولوا تاخدوا بالكم منه، انتوا ما بقيتوش قاعدين لوحدكم، بقوا في ناس يركزوا معاكم وناس مراقبينكم. قال له حاضر تمام، المهم انت بس اظبطه لنا واعمل اللي انت بتعمله كل مره بقى، يعني مش هقولك تعمل ايه يا دكتور، ما تخافش عمالتك وشغلك كله عندي، ما تخافش فاكرك يعني. ضحك الدكتور وسلم عليه ورجع تاني. اول ما دخل لقيته بيقول لي ها يا بطل، نبدا العلاج من بكره ولا من دلوقتي ولا من امتى؟ قلت له ما ينفعش بكره. قال لي لا تمام من بكره ماشي، بابا كان جاي بيطمن عليك. قلت له جد موجود؟ قال لي اه موجود، تحب ادخله لك؟ قلت له دخلهولي ماشي. لقيته لف اداني ظهره وطلع بره، بس مش المفروض والدي سابه ومشى؟ لان انا سمعت صوت رجلين بيمشي، لكن لقيت والدتي هي اللي دخلت قالت لي ايه ده حسن انت فقت يا حبيبي، ازيك وايه اخبارك، كويس دلوقتي؟ قلت له هو مش بابا اللي المفروض جاي لي؟ دخل الدكتور وقال لي بابا لا انا قلت لك ماما اللي مستنياك. بصراحة ساعتها فضلت ساكت ومتنح لهم. اصلي هقول ايه؟ هقول لا انت كذاب، انت مجنون، اكيد اهلي مش هيكونوا هما الناس الوحشين في القصة، يعني اكيد اهلي مش هيكونوا هما الناس المؤذيين، اكيد اهلي مش هيكونوا عايزين ابنهم يتجن. قضيت اليوم مع والدتي وسابتني ومشيت، والدكتور رجع تاني كلمني قال لي من بكره نبدا علاجنا تمام؟ قلت له اه لا تمام. قلت له بس معلش ممكن ورقه وقلم؟ قال لي ايوه ورقه وقلم عشان تكتب مغامراتك دي، عارفها فاكرها. حاضر انت تؤمر يا سيدي. والدكتور فعلا طلع بره ورجع معاه اجنده صغيره وكان فيها قلم،
قال لي امسك اهو الاجنده والقلم اكتب اللي انت عايزه. قعدت اكتب وفضلت اكتب، بكتب لحد دلوقتي، بكتب لحد دلوقتي وانا مش عارف ممكن يحصل ايه. بكتب الحكايه كلها، بكتب القصه كلها. دلوقتي انا في حيره بين المرض النفسي واللي انا فيه، معرفش انا اتلبست، انا ممسوس، ولا انا فعلا مريض. الاهل بيعملوه ده معرفش ده حقيقي ولا لا، بس انا بسمع وبشوف حاجات. لحد دلوقتي لسه بسمع وبشوف حاجات، حتى وانا بكتب دلوقتي حاسس ان في حد بيبص عليا، حد شايفه قدامي. اهلي لو بيضحكوا عليا فانا كده حياتي كلها اتدمرت. اهلي لو هما السبب في الموضوع ده فانا مستاهلش ان اعيش. هكون عايز ايه من الدنيا وانا اهلي قصدين يموتوني، وانا اهلي قتالين قتله بيقتلوا ناس بيحضروا وبيلعبوا بيا. حياة محدش يستاهل انه يعيشها. فهمت دلوقتي معنى الكلام اللي قريته، لما ازهد الدنيا ما كنتش عايز من الدنيا حاجة، لما الدنيا بالنسبة لي تكون ولا حاجة اكون مش عايز اي حاجة من الدنيا، اكتفيت منها. اكتفيت منها بقى بالحلو بالوحش بكل حاجة. لما يكون مطلوب مني الموت وانا عايزه، لما السكينة هي اللي تجيلي مش انا اللي اروح لها، هكرههم واشوفهم اعدائي، هتوجع داخليا وخارجيا، وانا دلوقتي فعلا موجوع. القرار واضح ليا، لو فعلا انا كل مره بجيلهم، لو فعلا انا كل مره بجيلهم بحكايه مختلفه وبحكايه شكل، وان انا بخلق حاجات من دماغي كل مره، وان انا مريض من سنين، فخلينا نشوف بقى الحكايه المره دي هتكون معاهم ازاي. هستنى لحد ما تجيلي اقرب فرصه ويكون قدامي حاجه حاده، سكينه او موس او اي حاجه. ونشوف بقى ساعتها هيحصل ايه. وخليهم بقى يقروا الكلام ده، خليهم يقروه ويشوفوا. لو ضحكوا عليا فعلا وكانوا بيخططوا كل ده فهيندموا اشد الندم، لكن لو انا اللي تعبان فدي هتكون حاجه بيني وبينه بقى، بيني وبين اللي خلقني. سلام.